صباح الخير. اليوم عبر موقع لبنان نيوز أونلاين ضمن برنامج انترفيو استضيف الأستاذ جورج مفرج رئيس بلدية البربارة قضاء جبال. الرئيس جورج هو رئيس بلدية البربارة وجاي من باك جراوند اقتصادي وصناعي من شركة كلنا بنحترمها، هي شركة الاندفكو والسانيتا. اهلا وسهلا فيك يا رئيس اليوم عبر برنامج انترفيو عبر ليبرال نيوز اونلاين. اهلا وسهلا فيك ببلدتك البربارة. صراحة هاي اول حلقة مع رئيس بلدية بخاف منها، خوف اجا من كتر النشاطات ومن كتر الانجازات. رئيس رح نبلش نحن وياك نحكي عن بطولة لبنان للبيتش فوليبول يلي هي الاسبوع القادم رح تبدا المباريات على ملاعب البربارة. لو سمحت اذا فيك تخبرنا اكيد بمختصر لانه عندك كثير انجازات لازم نحكي عنها. نحن حقيقة مثل ما قلت في كثير نشاطات وانجازات انعملت خلال هالفترة الماضية واخرها انشاء ملعب بيتش فولي بول. هالملعب هيدا انشغل حسب مواصفات عالمية، ومشان هيك ارتقى اتحاد البيتش فولي بول اطلاق بطولة لبنان لصيف 2024 من البربارة. فبقى رح يكون عندنا هذا الويك اند البطوله رح تلعب اكيد من البرباره وعم بتغطيها محطه ال بي سي. رئيس رح نحكي كمان على قطاع الصحه. عرفت انا وتابعت موضوع مش للاخر هو الانشورنس. حضرتكم عم تعملوا انشورنس للمواطنين يلي ما عندهم ضمان او ما قادرين يعملوا انشورنس. صحيح، نحن ايماننا منا بالانسان. وقت استلمنا البلدية نحن كجروب شباب ونحن تيم مش شخص واحد، قررنا نهتم بالقطاع لأنه ما في ضمان الموضوع الصحي. فبقى كان عندنا انطلقنا بحوالي 35 ل 40 شخص، عملنا سلة ضيعة امنهم من مش من حساب البلدية، من فند منأمنهم كل سنة، منجمع مصاري تنغطيهم لنكون نحن هالمجتمع اللي حوالينا مغطيينه بطريقة صحيحة وما يعوزوا حدا. للأسف خلال هالفترة الأخيرة نزلنا العدد صار 15. هلأ بعدنا عم ناخد الأكثر بحاجة ناس للتغطية ووضعهم دقيق، عم نغطي حوالي 15 شخص بعد سلة الضيعة ماشي. ومشان هيك حابب بلش بهذا الموضوع لأنه هذا بالنسبة لنا هو أهم موضوع البلدية عم تشتغل عليه. رئيس إذا بدنا نحكي عن الأمن والأمان، الشرطة موجودة، ما عندك جهاز شرطة يتقاضى راتب شهري من البلدية، عندك جهاز تطوعي. ياريت بتخبرنا عن غرفة الكنترول اللي عاملينها وكيف شباب الضيعة هن مهتمين ليكونوا عم يحرصوا ليلا نهارا أمن وأمان الضيعة. بشكرك على السؤال. أهم شيء هي فكرة البيلونجينج، الانتماء. نحن قوتنا بشبابنا الموجودين بالضيعة الصغار والكبار، ربيوا عم حبة الضيعة من هني وصغار. وجينا نحن عملنا كنترول روم. الكنترول روم هي عبارة عن كونتينر محطوط على مدخل الضيعة مع حاجز ثابت ليل نهار. بلشنا من الكورونا، من وقت الكورونا تركنا مدخل ومخرج واحد للبلدة وحراسة على مدار الساعة. الكنترول روم اللي بيكون قاعد بكنترول روم هو بيعمل observation، بيبلغ على جروب واتساب في حوالي 55 شخص شو عم بيشوف. ووقتها بيكون في شيء ميجر بننزل نحن كلنا سوا على الارض المتطوعين. وعندي بس شرطي واحد هو منه ثابت، هو كمان متطوع، ولكن نحن عم نلعب هالدور بشكل ممتاز لانه في تعاطف وتعاضد بين كل اهالي الضيعه. وللامانه نحن ما صار عندنا ولا سرقه من حوالي 5 سنين لهلا. شو السر انك انت قادر تعمل كل هيدا الشيء بزيرو بيجي؟ هي ثقه الناس في اهل الضيعه عطوني ثقه. من انا وصغير بشتغل بالكشاف، تربيتي وتنشئتي هي كشاف، نشتغل للمصلحه العامه. وقت نحن نشتغل للمصلحه العامه بدون اي منفعه ذاتيه وبتكرس كل وقتك لمحبتك للضيعة وتتعمل فيها القصص اللي بتحلم فيها، دايما لازم توثق انك انت قادر. دايما انا بقول I can do it، نقدر نعملها. ومنقسم المشاريع لعدة فيزز وكل مرحلة منشتغلها بمرحلتها. أوتو بارانتيز،
رح تترشح مرة جديدة على الانتخابات؟ إذا أهل البلدة حبوا يرشحوني أنا جاهز حسب النتيجة اللي هم شايفينها. نحنا منشوفها من زاويتنا، بس مش مهم نحنا شو منشوف، نحنا مهم أهلنا وأحبائنا بالضيعة كيف بدهم الضيعة، وجه الضيعة تصير. نحنا شباب حطينا فيجن للمرحلة اللي سبقت واللاحقة، في برنامج خطة عم نشتغل فيها. نحنا عملنا البربارة تشبه حالة، لا حبينا نتمثل لا بمدينة قريبة جبال ولا البترون، نحنا عملنا ايدنتيتي للبربارة، خلقنا هوية لأنها خاصة فينا. فبقى هالهوية إذا حبوا أن تكفي معنا وتستمر نحن جاهزين. رح ننقل لسؤال تاني هو كبير شوي وبعرف رح عزبك فيه. رح نحكي عن الشق الانمائي الاقتصادي والزراعي يلي هو الأهم اليوم بحياتنا اليومية. خلينا نبلش بالزراعة لأنه كمان ما قبل الهوى سمعنا أنا وياك دردشنا، سمعتني إشي كتيرة صدمتني صراحة. استصلاح الأراضي، هذا الحب والتعلق بالأرض، والكشاف معروف بحبه للطبيعة، ونحن استغلينا كل الإمشاعات الموجودة تقريبا بالضيعة 80% منها اللي هي مهجورة. هلأ صرنا مستصلحين حوالي 60,000 متر. هي أداء أساسا مصلحة. هي في حوالي 100,000 متر أراضي إمشاعات، صرنا مستصلحين 60,000 متر منها. الفكرة أنه بلشنا بزراعة القشطة والأفوكا، والفكرة هي المبادرة كانت أنه كل إنسان بتضيع حقه يقطف ببلاش. بأوروبا بتشوف كل العالم عم تفوت لمطار عامة، هاي وجبات البلدية تخلق أماكن عامة إذا كان حدائق وجنينات، ونحن شفت في عنا أكثر من حديقة. كمان لازم تعمل خضار وشي منتج والعالم تستفيد، يعني بتفوت تقطف وبتفل. معقول يصير في خلاف عمين يقطف أكثر أو حدا ما يخلي دور للثاني؟ نحن الفكرة أنه بنعمل يوم للقطاف، بيجوا كلهم وبيجوا الأهالي وبيجوا أولاد صغار بيقطفوا بفلوا. ونحن السنة كمان رح نعمل ترويقة النقيش إجمالا بتصير، بنجمعهم وبيقطفوا بفلوا. إذا حدا حب يتبرع بيكون كتير منيح، وأهل البربارة والأهالي كلها والسكان مش مقصرين معنا بهذا الموضوع. فبقى زرعنا 4,000 متر 5,000 متر قشطة وأفوكا، رجعنا المرحلة الثانية، نحن مشهورين بالتين بالبربارة، زرعنا 6,000 متر تين وزيتون، رجعنا انطلقنا لشقفة مشتركة بين الواقف والمشيع، زرعناها ب70 شجرة خروب. ومؤخرا هون بدك تشرح لي شوي أكثر عن شجرة الخروب. الخروب شغلة كتير كبيرة، يعني الله مبارك بشجرة الزيتون والخروب. الخروب هي زيرو ويست، يعني قرن الخروب القشر بتعمله كومبوست بتحوله، اللب بيروح لعصاير لدبس، والحبة الخروب هي الغالية بالموضوع. حبة الخروب بيطحنوها بيطلع منها أفخم أنواع الكاكاو والشوكولا، بيتصنع منها شرطان الأفلام السينما، بيتصنع منها الغلاف تبع حبة الدواء، بيتصنع منها مواد كوزماتيك مساحي للتجميل. فبقى عندها كتير فوائد، وهي نمبر وان بإسبانيا، وهلأ الاقتصاد المغرب مؤخرا صار مبني على انتاج الخروب. بدها ساحل لتعيش ولا بتعيش؟ هي ساحل، اذا بدك شط البحر الابيض المتوسط هو الافضل، وبتعيش من حوالي 500 متر ونزول. ما بيسوى تكون شجرة الخروب عم بتعيش بدرجة حرارة صفر، لازم تكون من 5 درجات فوق الصفر بتعيش. يعني بتعيش عنا بلبنان بالجبال؟ بتعيش بالجبال علو 500 متر. اوكي، رح نكفي نحن وياك، بس بدي ضوي على موضوع سيل يو اس اي الفند. نحن اخر شقفة تمشيع 30,000 متر استحصلنا بفند من السيل يو اس اي، واستصلحنا الارض ل 30,000 متر، وتمت زراعة البذور تبع الخروب نبتناها بالبلدية، وهن مولونا باستصلاح الارض وعملون لنا نظام ري واشتريوا لنا خزينات للمياه. هلا انزرعوا من حوالي بديسمبر انزرعوا، وهلا نحن متوقعين بعد 4 لـ6 سنين لان عم نسقيهم يصير في عنا انتاج خروب كتير مهم. رح نضل مكملين معك بالشق الاقتصادي يلي بيعكس على السياحة. رح نبلش بداية بتعاونية صيادي السمك. نحن حقيقة عملنا كيو ار بروجكت، البلدية طلعنا بفكرة الكيو ار بروجكت اللي هو على طريق السياحة الدينية، وبرزنا كل المواقع الدينية والسياحية بالضيعة المهمة والقوية
تنخلي العالم تيجي لعنا. فبقى صورنا شورت فيديوز عن كل موقع وكتبنا الهيستوري وحطينا بليتس مطارح المهمة بالضيعة مثل البايسيكل لين مثل المينا. بس تتوجه لهونيك تتعرف على الضيعة من خلال سكان للكيو ار كود. فبقى اذا بدك تحب تزور كنيسة ديسي بربارة انت فيك تشوف شورت فيديو عنها تاريخها بتروح عليها جوجل ماب. بالموضوع كمان السياحي نحن اشتغلنا على مسارات للوقف يعني مجالات طريق الاجر القديمة اللي بجبال نظفناهم وعملنا مسارات هايكينج تراكس. كمان على البحر فصلنا الأملاك الخاصة عن الأملاك العامة وعملنا تريلز على البحر تمشين نخلي حق كل العالم يوصلوا على البحر محل ما بدهم. هلأ استكملنا هالمشروع وعملنا بالتعاون مع مؤسسة روني معوض جبنا فند من اليو اس ايد بالتعاون مع تعاونية سيدي الأسماك بالبربارة وطلعنا فند $70,000 عملنا فيهم مطعم ومسمكة لتعاونية الصيادين. الهدف منا نحن عنا مثل تراث هو الصياد بالبربارة. البربارة بلا مينا وبلا الصياد سمك ما بتعود البربارة اللي نحن بنعرفها. تنخلي الصياد يقدر يكون مرتاح اقتصاديا خلقنا هالمسمكة وهالمطعم بيعطي سمكاته وبيبيعهم للمسمكة بيربح أول مرة هالمصاري بيرجع بعدين بس المسمكة تعمل الأكل وتبيعه بيطلع له كمان نسبة أرباح من نسبة من الأرباح. فبقى بيستفيد على مرحلتين الصياد. كمان نحن كضيعة كتير مترابطة ببعضها يعني نجمع بين بيت الضيعة اللي هو كمان عندنا بيت الضيعة مركز إذا أنت تيجي تقضي ويك إند مع البايسيكل لين اللي هو كمان عملنا بايسيكل لين سيف 2 كيلو متر برات الطريق مشان الزوار اللي بيجوا عم يركبوا على الدراجات ما تضربهم سيارة عندي. فبقى هو من أهم مسارات الدراجات على طريق البحري. فبقى عم نجمع بين الأماكن السياحية والدينية والمطاعم والريزورتس تنقدم للرائد الرواد اللي بيجوا لعنا تنقدم لهم أفضل خدمة ويكونوا مبسوطين عنا. نحن هلأ كل ويك اند عم يكون عنا 300-400 شخص كل يوم عمينة البربارة. بدي أختم معك إذا فينا نعدد الأماكن السياحية يلي هالمغترب اللبناني رح يشاهد هذا الفيديو ويسمع إذا حب يجي على البربارة شو عنده أوبشنز يقدر يعمل. نحن من أهم القصص اللي نحن بنفتخر فيها إنه صارت كنيسة القديسة بربارة ودير مارساركيس هو على الخريطة السياحية الدينية بلبنان على وزارة السياحة. ورجعنا كمان نحن غير الأماكن السياحية ضوينا على البارك عينين بارك منتزه البربارة. انت تيجي بتقعد فور فري عندك بلاي جراوند عندك اوتدور جيم الساعة اللي بدك تيجي بتقعد ما حدا بيتعاطى معك بتعمل ميديتيشن بتتغدى بتتروق في كيوست في خدمة فيه. فبقى هاي مجانا فبقى وين بينام في مطرح ينام فيها او لا؟ لا فيك تخيم اذا جاي بخيمة وفي بابليك تويلت وفي تلاقي تويلت والطاول بيبر فور فري الماي فور فري كلها. هلا اذا انت في كيوسك حبيت تجي تشتري من عندنا اهلا وسهلا. واذا عندك بيرثدي ساعتها بتحجزها للحديقه لان بصير حجز وبصير في فيز رمزي بس حق الماي والطاولز والنابكنز اللي عم تستعملهم. في شيء كمان خبرتنا عنه قبل ما بلشنا نصور انه في مثل جاردن جاهز لحدا يقدر يعمل عرسه مثل فينيو أعراس. صحيح هيدا عم بيصير مجانا لأولاد الضيعة. صحيح نحنا منغص لأنه في الشهيد نجيب وكيم هو أعلى رتبة بالجيش استشهد خلال حرب 2006. فبقى كبلدية حبينا نكرمه وعملنا له حديقة باسمه حديقة الشهيد نجيب وكيم. هالحديقة هيدي اللي بده يتجوز بالضيعة بيفوت على الكنيسة بيتجوز ببلاش. مجلس الرعية ما بياخد أي بدل بس بيدفعه للخوري. وبس يخلص القداس والعرس إذا حبوا أهل الضيعة العريس يعني في عنا جنينة حوالي 400 متر مزروعة جازون وفيها ستيج. فبقى نحن عادة بيجي بيتجوز الشخص بينزل بيعمل حفلة الكوكتيل وفور فري بدون مقابل.
مقدمتها البلدية مع مجلس الرعية لكل أهالي الضيعة. فبقى هيدا الموضوع عم نخلي انه يصير في تعاضد وتكامل بين كل المؤسسات الموجودة بالضيعة، ونحن بنفتخر انه نحن الوحيدين اللي نتفرد بالبربارة بهالموضوع، في تعاضد وفي محبة. فبقى اليوم كمان نحن هالجنينة هيدي كل سنة بتجي السفارة الفرنسوية بتعرض فيلم سينما عنا، وهو كمان بيكون outdoor cine for free. ونحن من وقت للتاني بنعمل كمان مثل باند موسيقي، حدا يلا حدا حابب يجي يعمل كمان سهرة نحن منرحب بهذا الموضوع عنا. فبقى في نشاطات على مدار الساعة بتكون موجودة بالضيعة. رح أترك ختاما يكون لك مثل مساج للي كل حدا عم يسمعنا وبالأخص لأولاد بلدة بربرة. أول شيء بحب وجه رسالة لكل البلديات والزملاء، ممنوع الاستسلام. وقتها بتستلم أنت وتكون بموضع مسؤولية بدك تكون مسؤول. إذا ما بدك تكون مسؤول بتضب غراضك وتفل على بيتك. ممنوع نخلي الهاجس المادي يوقفنا. نحن بلدية ما بفوت عليها مصاري، ولكن ساعة اللي بيكون في ترانسبرنسي، ساعة اللي بيكون في عندك تراست وأكاونتبيليتي يعني شفافية وثقة ومحاسبة، كل شيء كل الناس بتركض وراك تمشين تتبرع لك، لأن عم تشوف في نتيجة في شغل. اليوم لبنان بشكل خاص ككل وقت بترجع الثقة بالمسؤولين اللي هن السياسيين المسؤولين، لبنان بيرجع مثل ما كانوا أحسن. فبقى للزملاء بقول لهم شدوا همتكم تمشين بلدة البربارة هي نموذج عن بلد كبير. فبقى إذا نجحنا نحن كبلدية قدرنا عملنا بوقت محدد هالإنجازات، أكيد لازم يتعمم هالموضوع لباقي البلديات رغم كل الصعوب. وبالنسبة لأحبائي أهلي بالضيعة بقولوا إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله يا رب يكون في لايرز بالمستقبل تحتنا يتشربوا من هالكلتشر اللي نحن تربينا عليها، ربونا علينا أهلنا، محبة الضيعة، محبة الآخر. نحن بمضي أنا خادم بلدة البربارة، نحن هون جينا مش تنعمل أعمل ريس على أهل بلدتي، أنا جيت تأخدم أهل بلدتي وأخدم البلدي. فبقى إن شاء الله هالبروتوتايب اللي نعمل يكفي بعدنا ونقدر نكون عم نخلق تحتنا ورانا يعني شباب قد المسؤولية. أنا بدي أتشكر هذا الوقت اللي أعطيتنا إياه اليوم. لفت لي نظري أنك أنت السبت موجود بالبلدية، عادة هذا يوم رسمي عطلة. بدي شد على إيدك، من أجمل المقابلات اللي عملتها ما بخفي عليك ومش بوجهك بقول لك هي بلدية البربارة. شكرا كثير رئيس، خلي لي إياك وإن شاء الله تضلك بهالنشاط، ونحن جاهزين لأي شيء نقدر نخدم بلدنا ونخدم ضيعتنا. وبذات الوقت بكل تواضع منقول انه لبنان في امل، الشباب تضل هون، ساعة نحنا من امن بحالنا بقدراتنا منغير. وميرسي لك. ميرسي لك رئيس.